اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج بيت ريا وسكينه، بيتكم وبيت كل المصريين وبيت كل العرب في كل حته في الدنيا. اهلا وسهلا بيكم، وعندنا النهارده مواضيع جديده. طبعا هي ما سابتليش فرصه ارحب بيكم، عايز اخش في الموضوع، لكن لا، لازم اقول لكم العواف عليكم، لازم اقول لكم فنزاتي فنزيزي فنزوزو. طب خشي في الموضوع. بحبكم وحشتوني. طب خشي في الموضوع. الموضوع ان هو طلع ابن امه. مالها امه؟ مش امه دول اللي مخلفاه؟ ايوه، بس بيجي وقت اخرج بقى حبيبي من حضن ماما، لازم يبقى لك كلمه، لازم يبقى انت راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ماله يعني ابن امه؟ الكلمه دي ما بتقولهاش غير الزوج عشان بتبقى غيره من امه. لا، انا بتكلم على حاله الام اللي بيبقى ابنها على ذمتها حتى وهو في بيته، مش الام طبعا اللي لازم نسمع كلامها ونطيحها زي ما ربنا وصانا. لا، انا بتكلم في حاله واحده لما الواد يبقى ابن امه ما عندهوش شخصيه. طب ما يمكن غلبان وضعيف وامه ملصماه وبيسمع كلامها وبيسترشد بيها وما بيعرفش ينفصل عنها، افت حاله مرضيه. لا لا لا، هنا يبقى الزوجه بقى عندها حل، لازم يبقى عندها حل، يا هو يا امه. الله، يعني انت عايزاه يبقى في طوع امه مراته وما يبقاش في طوع امه؟ برضه ما اقصدش ده، اوعي توقعيني في غلط. احنا بصي، احنا ممكن نستعين براجل برضه معانا هو يقول لنا هل هو ابن امه ولا ابن نفسه. اصل ابن امه ابن امه، ما امه مخلفاه، انا مش عارفه يعني. يا حبيبتي، مش هو في بيته. لا، ده كلام كده السوشيال ميديا بتقعد تقوله والصحفيين، وخلتوها البنات بق الستات. لا 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 لا، انا لسه متصله. ماله ابن امه يا اولاد امكم انتوا؟ ماله يعني؟ انت في صف الكلام اللي انا بقوله، اللي هو ان ابن امه ده مش وحش فيها لما يبقى ابن امه. طبعا، ما انت طول عمرك ابن امك. طبعا، ما ابن ماما اسمها. طبعا انا ابن ماما، الام مدرسها سكينه. فاكر لما كانت بتقول لك روح اضربها تقوم رايح جاي ضاربها؟ حصل. وتقول لك ما تباتش عندها النهارده، ما تباتش، تروح تبات في حضنها. ده من الدخله، وانا بتقول لي البس الروب الاحمر النهارده، والله حاضر يا ماما. تقول لي اقلع الروب الاحمر بكره، والله حاضر يا ماما. فاكر لما قعدت تاخد كل فلوسك وقالت لك ما تصرفش عليها، سيبها تموت من الجوع عشان خاطر بتصرف على اختها؟ حصل. وقت الفلوس اجوز بيها اختك واخوك؟ امي دعوه منها بالدنيا. انت الموقف كله ضدك، خلي بالك. لا بس كده غلط، انا ضدك بقى دلوقتي يا ابعاد. صح، غلط. لا ايوه غلط. ايه اللي انت على العايمه؟ ايوه بقول لك غلط. الراجل طالما له بيت وزوجه هو اللي يدور بيته وهو اللي يؤمر وينهي. صح. مش امه. عيب لما امه تصغره قدام مراته، هيبقى هلهوله. اقول لك دي ما بيحب امه. ما انت بتحب امك وتقعد تبوس ايديها وتبوس راسها. فاكر هي كانت بتقول لك ايه؟ طبعا. انت ليه بتبوس ايديها وبتبوس راسها وتروح تزورها كل يوم؟ صح، فاكر. كانت عايزانا انقلب على امي. ايوه، ولكن لا. فاكر؟ اه، وانا كنت ضد من هي اختي. طبعا كنت اقول لها بكره جيبي عيل يبقى منقلب عليكي. بقول لكم ايه، من الاخر كده، هي حاله واحده اللي بتكلم فيها وبعمل استرس عليها. انت الراجل ما ينفعش يبقى ابن امه. انت رايك ايه؟ هي صح. طب عارف الدكه اللي جنب الباب؟ ايوه، اقعد عليها دلوقتي. اروح انا عند امي ورا؟ او روح عند امك. احنا مش مانعينك من امك، احنا مانعينك ان انت تاخد اوردرك من امك وتوجيهاتك من امك. وبرضه مش عيب ان انت امك توجهك، بس لو هتوجهك لخراب بيتك يبقى هنا الام دي مريضه، ناخدها على قد عقلها ونعمل بقى ايه، حكيم شويه. بس لو سمحتي بقى، اللي بيتقال عليه ابن امه دوت بتلف الايام ويتقال عليه لا انت خاتم في صباع مراتك، فبيفضل الشخص ده يا عيني عشان هو حنين مع الستات وطيب مع الستات وكويس مع امه وكويس مع يقعدوا يقولوا ايه؟ ما تسمعش كلام مراتك، ما تسمعش كلام امك، ما تسمعش في ايه؟ فما تسمعش كلام الناس، خليك انت من نفسك، انت عايز تعمل ايه؟ راضي امك لان الجنه تحت اقدام الامهات، وحب مراتك برضو، وما تسمعش كلام الناس، الناس عايزينك فاشل وقاعد لوحدك ومرمي كده. يبقى احنا مش بنحب الراجل ابن امه، لكن في نفس الوقت طحه ويبقى شخصية. اعمل اللي ربنا امرك بيه، لكن شخصية. اوعى تحسس مراتك ان انت ابن امك، لان في وقت بسيط قوي هتبقى زي الخاتم في صباع مراتك، واحنا ما عندناش رجاله بالوصفات دي. خلصت فقرتنا، يلا بينا لفقره جديده. يا ليل، وجينا لفقرة الضيف المطرب الشعبي، المطرب
المطرب المحبوب، المطرب الجميل الصغير حمزة الصغير. تبا لتواضعي. ازيك يا حمزه؟ عامل ايه؟ الحلويات دي؟ ده انت اللي حلويات. ما شاء الله ما شاء الله. وجايب لنا جاكيت جديد. لا ده اول لبس. الصرف باين. اول لبس. يعني انا جاي لك الكراش بتاعتي. الايه؟ الكراش. كراش؟ كراش. انت مالك يا بدريه من نفسنا ليه كده؟ لا ما اسمهاش الكراش. ليه؟ اسمها كرش. لا والله. كرش ما هي اللي عاملاه. بص يا انتصار خلينا احنا مع بعض. بص اهري يا مهري وانا على مهلي. جملتي برضه. الله. بما انك كده والعين ما تكرهش غير اللي احسن منها. قولي له يا قلبي. ايوه روحي روحي في داهيه بقى. بص يا بدريه كل ما روحي في داهيه غني لها روحي. اكتوبر سموها انتصار اكتوبر عشان اسمها انتصار. يا اخويا روح في داهيه. انا في داهيه؟ انتصار بعد انتصار اكتوبر تقول روحي في داهيه؟ بتقولي انا في داهيه؟ روح في داهيه غني في داهيه. قصدي معلش هي ما تقصدش. يلا في داهيه. في داهيه انت يا بدريه. يلا في داهيه انت. في داهية انتوا الاتنين بقى. طب يلا ورينا. انا ما قلتش حاجة يا باشا. يلا في داهيه. يلا في داهيه. يلا في داهيه. انا بقى مستضفاك مخصوص صغرت عشان الاغنيه دي. قولي لهم
طالعه من معاميعي يلا في ده. انا يتقال لي يلا في ده يا انتصار؟ معرفش مين اللي قال لك كده، سخنك خلاك عملت الاغنيه دي. قول بصراحه، قول مين اللي. انا كنت مصاحب 135 واحد من صحابي، كلهم طلعوا اندال، الحمد لله، فقلت اعمل لهم اغنيه. انت عددهم يا اخويا؟ كلهم. طلعوا كتير بلوكات. صدق هي بنات. هي واحده بلوك بلوك بلوك, بلوك واحده بال 135 بتوعك. يلا في داهيه من زمان. بس هي اللي لازقه فيا برضه. قلبي لا يحتمل. قاعده جنبي برضه. هو فيها بس ساعات بقى. انت عايز ايه من انتصار يا بدريه؟ عاوز منها نمشيها يا يعني؟ انت عايز انا نمشيها من البرنامج؟ نمشيها يا ابني. انا لو مشوني هيمشوها وهيبقوا عليها. لا 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 لا، بدريه واصله. ده انا قاعده يا ابني عشان مثبته قدامها. ده ابن خالتها امين شرطه كبير. اهو مخبر. لا امين شرطه مخبر. نزل نزل رقوه على تحت. يا اخي انا اعرف حاجات عن بدريه هي نفسها ما تعرفهاش عن نفسها. ايه علاقتك بسوفينار؟ دي قلبي. كانت عندنا هنا وحكت لنا. دي قلبي. سوفينار دي عشت عمري اولا. انتوا اشتغلتوا مع بعض مثلا ولا كنتوا ايه؟ طبعا الصداقه جايه ما منين؟ كانش عشمي كده يا طير. لا واحنا من قبلها واحنا اصحاب اصلا. وفكره ان الاغنيه بتاعت ما كانش عشمي دي نعملها مع بعض، هي ان سوفينار قالت لي بص انا عايز اغني. قلت لها بصي احنا لازم نعمل لك جمل تبقى لايقه عليكي، اللي هي جمل زي بتاعت الاطفال كده. فعملنا كليب ما كانش عشمي. عايز اقول لك ان الفكره احنا اللي قاعدين وعملناها سوا، والاغنيه من يعني من دي 1 لحد اخر حاجه في الاغنيه واحنا مع بعض بنرتبها كل حاجه. هي ما شاء الله هي كرييتيف كمان قوي، فبتعرف تنقي المواضيع. دمها خفيف قوي. بص عايز اقول لك حاجه والله العظيم يا بدريه، انا سوفينار دي بتسمعني اغاني قديمه مصريه. قديمه. انا نفسي ما اعرفهاش. اقول لها انت جبت دول ازاي؟ لا هي عايشه قوي في المزيكا وبتحب. لا هي بتحب الموضوع قوي بصراحه. طب قول لي بقى، انت دلوقتي عملت كام البوم او عملت كام سنجلية ناجحه؟ او كلمني عن نفسك. يعني انا الحمد لله عملت مثلا بتاع 7 كليبات او 6 7 كليبات، وعملت 4 افلام ما شاء الله، وحوالي 3 4 مسلسلات. يعني انا كنت عامل كليب رئيس جمهوريه نفسي بدايه، وبعدين ربع جنيه، وبعدين عملت ديو فيلم البرنسيسة بتاع علا غانم انا وهدى، ده كان اول ديو ليا في حياتي. بعد كده عملت البطه في فيلم ظرف صحي. بعد كده عملت سطو مثلث مع السوكي فيلم احمد السعدني. عملت ولعه دي نزلت كسرت الدنيا الحمد لله. وبعد ولعه عملت ما كانش عشمي كده يا طيري. لا قبلها الصحاب يلا الاول. بعد كده ما كانش عشمي كده يا طيري، وعملت اشتغلت مع هيفاء وهبي مولد وصاحبه غايب. اشتغلت مع استاذ نادر جلال في كيكه على العالي. في كيكه على العالي بالظبط، الله يرحمه طبعا. واشتغلت شطرنج. انت بقى الوسط بقى الغناء الشعبي. ليه بقى تحدياته طبعا. وناس طالعه وناس متزاحم. لا بس الحمد لله يعني احنا واخدين وضعنا. قولي لها مسيطرين. لا طول ما الفن الشعبي فيه حمزه الصغار هتلاقي الدنيا تمام. طب انا بقى هعرف كده اقيمك صح من الاول لايف. الله موال. الله انت اديها حمزه. يلا نشرب ميه عشان نغني الموال. انت شكلك كنت شغال بالليل او بتغني بالليل صح؟ هذا متبا لتواضعي الحمد لله. تمام نغني؟ يلا. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. في ناس يا ناس الجمال مخلوق عشانا، وناس عايشاها بس لنفسها وناس ياللي منا قالوا زمان في الكتب امشي مع الراجل، ورحت يوم تشتكي بشتكي لراجل، ويعمل ايه الجدع اللي الزمن غلبه توب المرجله غالي عايز يا ناس راجل. الراجل لما كان راجل كانت كلمته واحدة، وكان عند الأصول عمره ما عدت عليه واحدة، وكان في وسط الرجال يتعدي بمئة راجل، باع الرجال يا ناس واشترى واحدة. يا خسارة الراجل يا خسارة الراجل يا
يا خسارة الراجل لما تحكمه واحدة. الله 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 الله، يا ريتنا من اول ما انت جيت قلنا لك كلنا موال. لا هنغني موال كتير ان شاء الله. هنقول موال كتير. طب انت كنت نفسك نسألك نقول لك سؤال ايه يا حمزة؟ يعني جاي كده كنت قلت دول هيقولوا لي كذا، مش عارف بس بصراحه ما اتجوزتش ليه؟ متجوز ولا خاطب ولا كنت متوقع كده مثلا؟ لا لا انا عارف ان اسئلتكم بره الصندوق. اصل دي اسئله تافهه. اصل متجوز مش متجوز مش بيفرق معانا. بيفرق معاكم. احنا بنبوظ سمعتنا بنفسنا. ما شاء الله ما عندناش مشكله. عامل جمعيه ولا حاجه؟ عشان هتلاقينا عندك يوم القبض. لا ما معايا قبضت خلاص والله. في بره الفلوس ما شاء الله. مبسوط في في الغناء الشعبي؟ عايز اسالك سؤال. طبعا. مش عايز تنقل تبقى عاطفي ورومانتيكي ليه؟ ما انا كده كده البنات بتموت فيا من غير ولا حاجه. ولا عايز تمثل وتبقى عبد الحليم حافظ وهو بيغني ويمثل؟ برضه البنات بتموت فيا من غير حاجه الحمد لله. يعني انت متمسك بالغناء الشعبي ومكمل فيه؟ بص مش عايز تجري منه يعني؟ اتكلم جد بقى شويه. مش هنهزر. لا طيب، الغناء الشعبي ده هو صوت الشارع. ايوه. فانا يعني من اول ما غنيت خالص صاحب الفرقه اللي كنت بدات معاها قال لي انت شكلك يالا امور كده وحلو هتغني فرانكو. فكنت طبعا بقعد احفظ بقى اغاني فرانكو في الايام دي، فمش جايه معايا سكه الفرانكو، مش عارف اغنيها، مش حاببها يعني. مش عارف اعمل كده. انا عايز قليل كده، عايز اخش في الناس في الشعب وفي التسويق كده. فقلت له بص يا ريس بصراحه كده، انا اعتري هو كان عايزني اغني فرانكو عرب عشان هو في 4 مطربين شعبي في الفرقه. فمش عايز يبقى فيها الخامس، فعايز يبقى في حاجه لون مختلف. وكنت هسيب الفرقه بسبب الموضوع ده. فده خلاص قلت له اغني شعبي، انا مش هغني غير كده. وغنيت الشعبي عشان انا بحب الشعبي، فبعرف اقدم فيه اشكال كتير، وبعرف اعمل ابديت للمزيكا بتاعتي. يعني انا مثلا المزيكا كل سنه عندنا ليها شكل، كل سنه تقريبا بقى دلوقتي كل 5 شهور ليها شكل. بقت كمان بسم الله ما شاء الله الموزعين عندنا بقوا بيقعدوا يبصوا لبره شكلهم ايه. فانا عملت معادله صعبه كده نجحت معايا في يلا في داهيه ونجحت معايا في راح وصابونه. اللي هو ان انا خدت شفت ايه اللي بينجح في المهرجانات. عندهم حاجتين بينجحوا بيهم، اول حاجه باور الاغنيه. هم بيشتغلوا بماتيريال بيخلي باور الاغنيه، لو انت مشغله الاغنيه في الدي جي تلاقي الدي جي بيعمل كده. تاني حاجه هم بيعرفوا يختاروا الكلمه. الشعراء عندنا القدام مع احترامي ليهم الكامل بقوا المتمسكين بالالفاظ القديمه. الجيل بتاع 12 و11 سنه بقى فيه لغه في الشارع، كلام جديد جديد خالص. يعني انا مثلا ايه، طب ايه اكتر اغنيه مثلا وتغنيها لنا دلوقتي انت بتحبها وبتحب كلامها؟ ولع. ولع؟ مع انها اسمها ولع شبه كلام الشارع. بس دي. الكلام بتاعها هغني لكم منها حته لايف لو ينفع. احنا عايزينك تغني لنا اغنيه كامله. كامله؟ اختاروا بقى يا نروح راحوا سابونا. راحوا سابونا. راحوا سابونا. احنا هنختم ونسيبك بقى للجمهور واحنا برضو معاك. وخلصت للاسف فقرتنا مع الجميل القمر. وتجي لنا حاجه ثانيه تغني لنا ولع بقى. وهنسيبه يغني لكم. يجيب الفرقه ويغني لنا ولع. يلا بينا هنسيبك بقى مع جمهورك. يلا بينا. وجينا للفقرة الطبية، والفقرة الطبية النهاردة معانا دكتور أكرم غانم وهو المستشار الطبي لشركة، بص أنا دايما بتلخبط فيها إيه أم دي؟ لا لا تحت أمرك. ولسه بنكمل حوارنا معاه. أهلا وسهلا بك. أهلا بيكي. أخبارك إيه؟ وكنا بنتكلم على بروش كريم، وكنا بنتكلم على المنتج الجديد البيبي اللي انتوا طلعتوه مشتق، هيبقى اخو بروش. عيلة بروش ده ابنه. ابنه. ابنه اللي هو الخاص بالشعر. بروش تصفيف. ايوه بالظبط. ايوه كده. هيبقى اسمه ايه؟ بروش تصفيف. بروش التصفيف. ايوه. التاني بروش كريم. بروش كريم. وانا سميته بروش تفتيح. لا ولسه تالي هيبقى فيه. في اخواته كتير. لسه هيخلفوا تاني. ما بروش ده شكله عطاط هيجيب كتير. ولسه بنتكلم عن بروش كريم. تمام. كنت عايز تقول لنا ايه عنه النهارده؟ لا بروش النهارده عايز اقول لك هو ليه سميته تفتيح؟ ليه ليه اطلقت عليه بروش تفتيح؟ عارفه يقول لك اطلقنا على سميره سمير مش عارف ايه؟ ده فيلم سمير وشهير وبهير. انا اطلقت عليه بروش تفتيح عشان كتير من قريباتي وصديقاتي المدامات والانسات اكدوا لي انه بيفتح من اول استخدام. فالنهارده انت بتتكلمي دي بالنسبه لي كانت مفاجاه. ان تفتيح بطريقه طبيعيه وامنه وست مكونات طبيعيه ويديكي التفتيح من اول او ثاني استخدام.
في بالانس كده ما بين الامان والفاعليه. يقول لك كل ما الامان يعلى كل ما الفاعليه تقل. ايوه دي قاعده. ايوه الحاجات الكيميكال والصناعي فعاليتها ممتازه. الامان زيرو، مفيش الكيميكال والصناعي. فانت النهارده لو معايا كريم الست مكونات طبيعيه، الامان بتاعه 1000000% طبيعي، كلها بروتينات بتنتجها البشره، والفعاليه بتاعته فعاليه ممتازه. وباكد لك ان اكتر من مدام وانسه من قريباتي وصديقاتي قالت لي انه بيفتح من اول استخدام، فانا اطلقت عليه بروش تفتيح. طب ايه اللي في بروش تفتيح بيقوم بعمليه التفتيح؟ ايه في بروش كريم بيقوم بعمليه التفتيح؟ قال لك مكونين اساسيين من السته، فيتامين سي والليكوريش. فيتامين سي موجود في بروش تفتيح يقول لك بيقلل تكوين الميلانين. والميلانين ده زي ما اتفقنا هو اللي بيؤدي لدرجه السمار. اللي اقل ميلانين هي الفاتحه، واللي ازيد ميلانين شويه اغمق، واللي ازيد خالص دي السمره جدا. فالنهارده بروش تفتيح فيه فيتامين سي بيقلل تكوين الميلانين. طيب هل فيتامين سي بيقلل تكوين الميلانين بس؟ قال لك لا، بيوصل الدم والاوعيه الدمويه للبشره فيديك الحمار والنضاره اللي بتدور عليهم. فيتامين سي بيدي وقايه من اشعه الشمس. كنت اعرف الحاجه فوزيه اللي كانت فرحانه قوي بعبد المجيد اوف كورس. ايوه في زيت. ايوه قالت له الشمس بتدخل في الشقه والشقه جميله جدا ومدخلها الشمس والهواء. وقالت مثل كده ودي حقيقه. عجبني الدور ده بالمناسبه قوي. الله يخليك بجد. ما يعني زمان ما كانوش يوافقوا على اي شقه غير لما يكون فيها تيار هواء وتكون الشمس بتخشها من كل الجهات. ده لازم. انت النهارده الدور ده بقى عجبني ليه؟ سيبك من بروش وبتاع. الحنيه والامومه بتاعت مدام انتصار في نفس الوقت شديده وعنيفه في اوقات، وبعدين سن مدام انتصار صغير فتعمل دور ام وحاجه، ده بالنسبه لي كان شيء رائع. انا وصلت لغايه 82 سنه. انا عارف. كان الهذيان وكنت بتتخانقي مع مدام. أيوة. بدري. انا كنت النهارده جاي اصلح ما بينكم بس للاسف هي ما جاتش. النهارده بتتكلمي فيتامين سي اللي موجود في بروش تفتيح يقلل لك من اضرار الشمس اللي هي الالترا فايلوت. هي الشمس مضره؟ بس مش سان بلوك. مش سان بلوك عشان الناس فاكره ان هو لا خالص ما فيهوش اس بي اف، ما بنلخبطش في الحكايات نهائي خالص. بيقول ان هي بيحمي مش استخدام السان بلوك بالظبط كده. فانت النهارده بتتكلمي فيتامين سي في بروش تفتيح يديكي وقايه من اشعه الشمس الضاره اللي هي من 9 الصبح ل 3 العصر. دي الالترا فايلوت، دي اللي بنتعرض لها كلنا، دي اللي بتشوينا صيف او شتاء، ولكن في الصيف طبعا اكتر، ولكن فيتامين سي الموجود في بروش تفتيح هيديني الوقايه من اشعه الشمس دي. انما بقى لو نازله البحر او اتعرض للشمس جامد لازم تحط بروش تفتيح وبعديه سان بلوك. ففيتامين سي موجود في بروش تفتيح هيديني وقايه من اشعه الشمس دي. ايوه هيقلل لي تكوين الميلانين، هيديني الحمار والنضاره بتاعت البشره. ايوه فيتامين سي مهم جدا عشان هو اسكوربيك اسيد. كنت انت سالتيني قبل الحلقه هل في مشاكل في الحساسيه ممكن بروش تفتيح يعالجها؟ الاجابه لان فيتامين سي ده اسكوربيك اسيد بيمنع تكوين الجراثيم. فبتتكلمي ما يحصلكيش الحساسيه ويقلل من الاكزيما. ده عشان كده فيتامين سي وفيتامين سي انتي اوكسيدنت. الصفحه اهي تمام. بتتكلمي ان فيتامين سي بيعملوا سيرم وبيعملوا ماسكات فيتامين سي وبيعملوا لفوائده العديده جدا بس بتبقى غاليه جدا. فالنهارده بروش تفتيح موجود فيه فيتامين سي ده هيديني كل الفوائد دي. طب ادي اول مكون للتفتيح كفيتامين سي. هل بروش تفتيح فيه مكون تاني للتفتيح؟ ليكوريش، خلاص طلع لسوس. يقول لك ده بقى بيقلل لك تكوين التيروزين. اسمه ايه بقى؟ ليكوريش. 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 ايوه خلاص طلع لسوس. ليكوريش. لا هو كلمه لاتيني مش كروشي خالص، بس انت لو عايزه تقربيها كده مفيش مشكله. ليكوريش خلاص طلع لسوس اللي موجود في بروش تفتيح يقلل لك تكوين التيروزين. كان هناك الفيتامين سي قلل لك الميلانين. ليكوريش يقلل لك التيروزين، فبناء عليه يديك التفتيح الطبيعي. يعني شوف حضرتك برضو اتكلمت عن ايه؟ عن مكونين طبيعيين. سواء فيتامين سي اللي موجود في البرتقال وموجود في حاجات تانية، وخلاصة العرق السوس، يعني اتنين طبيعيين بنقدر ناكلهم بنقدر نشتريهم بنشوفهم قدام عينينا، بس مش مركبات كيميائية. بالظبط كده. بس بتاكليهم بتاخديهم فوائدهم كسيستميك او حاجه بتبلعيها. ولكن التوبيكال او الموضوعي ده موضوع تاني خالص. الليكورج زي ما اتفقنا مهم للانتفاخات والهالات السوداء. الليكورج الموجود في بروش تفتيح تقدر تستخدمي بروش تفتيح بطريقه طبيعيه وامنه جدا على المناطق الحساسه. وكنت قلت لي النمش. النمش ده الكوجيك اسيد هنجيله كمان شويه. فبتتكلمي الاثنين المسؤولين عن البروش تفتيح، التفتيح فيتامين سي والليكوريش. ثلاثه الكوجيك اسيد بما ان انت ذكرتي الكوجيك اسيد ده يا ستي نمش. كلف، ستريتش مارك، علامات اللي بعد الولاده دي الستريتش مارك دي مشكله عند المدامات كلها. كله
طبعا فبتتكلمي برش تفتيح فيه الكوجيك اسيد هيبقى مهم جدا لده. كوجيك اسيد كمان وقايه من حب الشباب. كوجيك اسيد كمان اثار حب الشباب مع الكولاجين. طب بما اننا قلنا كوجيك اسيد وقلنا مع الكولاجين نقول الكولاجين. الكولاجين مهم. ده رابع مكون. رابع مكون. احنا اتكلمنا على الاثنين تفتيح فيتامين سي والليكوريش، اتكلمنا على الكوجيك اسيد بما اننا ذكرتيه. رابع مكون الكولاجين وفايدته في برش تفتيح، قال لك الجلد الطبيعي المشدود بروتين بيفرزه البشره بالسن بالمكياج بالتلوث. كنت سالتيني قبل الحلقه هل في مشاكل احنا بنعملها او حاجه خاطئه احنا بنعملها بتزود مشاكل البشره؟ الاجابه التلوث والتراب والمكياج. يقول لك ده المكياج ده بتاع بالليل يحطوه الصبح للاسف ويعمل مشاكل، يحطوه الصبح يمشي بيه في الشمس وفي الحر وفي التراب والمواصلات، وبعدين تقول بشرتي باظت ليه؟ بتتكلمي قله الاكل الصحي الجنك فود اللي كلنا او معظمنا بناكله، قله شرب الميه والميه فوائدها وجعنا من الماء كل شيء حاله ربنا اللي بيقول مش انا اللي بقول طبعا. كل دي مشاكل وحاجات احنا بنعملها بتؤدي لان البشره تسوء ويحصل لها مشاكل اكتر. فالنهارده انت بتتكلمي الكولاجين ده بروتين طبيعي بيفرزه البشره مع السن والتقدم في العمر والعادات الخطأ اللي اتكلمنا عليها هيساوي ان الكولاجين قل. فبروش تفتيح موجود مع يافي الكولاجين علشان يديني الشد الطبيعي عشان يملالي خطوط التجاعيد اللي ما بقتش مقيده بسن. كانت زمان الكولاجين يقول لك او التجاعيد يقول لك من سن 40 45 سنه. يقول لك خلي بالك وشك وشك هيطلع له تجاعيد بعد ال 40 نهائي. لا دلوقتي بقى مع المناخ اللي احنا عايشين فيه بالظروف الاقتصاديه دي دلوقتي ممكن تلاقي فعلا حد ماشي عنده 26 سنه وتلاقي دي هنا اللي هي رجل الغراب دي. وقبل كده. فانت بتتكلمي النهارده انا عايز حياتنا بلا تجاعيد. انت عارفه حياتي بلا حسن؟ ايوه. في حد قال الكلمه دي فابو علي؟ انا عايز حياتي بلا تجاعيد. حياتي بلا حسن. فانا بالظبط كده. حسن مين؟ انا ما اعرفش حسن. بس حياتي هتبقى ببروش، مش ممكن تكون من غير بروش. هو ده بقى. بعد كل اللي انت بتحكيه ده. انا عايز حياتي بلا تجاعيد باستخدام بروش. فالنهارده بتتكلمي بروش موجود فيه الكولاجين هيديني الشد الطبيعي، هيضيع لي التجاعيد، هيملا لي خطوط التجاعيد، هيحميني نعمل البوتوكس والفيلر. ايوه. وما ادراك ما البوتوكس والفيلر بمشاكله وبسعره وبيعمل ايه بممكن الدنيا تبقى تبوظ بعده ازاي؟ صح. فالنهارده بتتكلمي الكولاجين موجود معايا في برش تفتيح. طب انت عارفه اللي بيحطوا الحلزونه دي؟ شفتي موضوع موت الحلزونه دي؟ لا. بيجيبوا حلزون كده شكله غريب جدا ويحطوه على وشهم علشان يفرز كولاجين. قصدك اللي بنلاقيه في الزرع؟ هو ده. اللي هو طلع ودانك لمراتك وعيالك. هو ده. بيحطوه على وشهم. بس مش ده بقى. هما بيجيبوا بقى الافريقي الكبير كده ملزلز كده. ب 500 جنيه وانت طالع، حطوه على وشهم علشان يطلع الكولاجين. طب ما انا عندي بروش تفتيح موجود. طب هو لما يمشي يعمل ايه؟ يطلع كولاجين؟ هو بيطلع كولاجين بقى افرازاته. افرازاته دي ايه؟ ماليش دعوه. انت فيها افهميها انت بقى. هو ده كولاجين. فانت النهارده ليه؟ يعني انا دايما بقول حلزونه ياما الحلزونه على راي عادل امام في الفيلم مرجان احمد مرجان. ليه؟ ما النهارده بروش تفتيح موجود مع الكولاجين. طب ايه رايك بقى ان بيجيبوا بقى الحلزون زي ما انت بتقولي اللي شايفاه بقى ببكتيريته بجراثيمه بدنيته بترابه بتلوثه ويحطوهم على بشرته. ازاي؟ وليه؟ طب انا عندي بروش تفتيح موجود فيه الكولاجين هيديني التاثير ده اللي ما اعرفش اصلا يقدر يحطوا كائن زي ده يمشي على وشهم ازاي ده حتى لو كان نظيف يعني. خامس مكون معايا. انا مش عايز اقول لك ان في ناس بتاكله يعني عشان ما اخضكش. طب كفايه. هتلاقيني اربعه سرير كده على رايي. تمام. ربنا يستر. خامس مكون معايا في بروش تفتيح الالاستين. اقول لك الالاستين ده مسؤول عن الالاستيستي الشد بتاع الجلد. ايوه. المرونه بتاعتك. اللي انت كنت قلت لي قبل كده ان لو فرضنا ان في لغد هنا او في علامه هنا. بالظبط كده. ده بيشد. علامات. وهحس بالشد بتاع يعني. والشد الطبيعي. مش الشد اللي هو عامل لك مشكله او حاسه ان جسمك او وشك هيقع او جلدك هيقع. لا هتحسي بشده حلوه كده بتخليكي مصحصحه. هو ده. ايوه. الشد الطبيعي. اللي ما فيهوش اي مشاكل. بتتكلمي الالاستين مسؤول عن الاستستي زي ما انت سيادتك تفضلتي قلتي موجود في برش تفتيح عشان علامات تعبيريه هنا او هنا او هنا. فبتتكلمي كل ده. دول خمس مكونات فاضل لسه. سادس مكون البنسلول. ايوه. فانت انا عارف ان انت مسجله عليا. لا كاتبه انا. انا وانا عارف اسمي مكتوب. لا انا شارياه اساسا وهم جابوا لي هدايا منه بستعمله. انا بقول لك هيبقى ممتاز قوي معاكي، هتحسي بفرق قوي 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 قوي. ملمسه جميل، هتركني كل الكريمات اللي اللي انا عارف ان هي عندك في على الكومودينو بتاعك وعلى التسريحه بتاعتك، اركني ده كله. أيوة. واستخدمي بروش تفتيح ده. أيوة. اوعدك هيديك التاثير اللي انت حابه. سادس مكون اللي انت بتساليني عليه البنسينول. بالظبط كده. ستة بيقول لك للترطيب للجفاف للتشققات. داخلين على شتاء وبنفقد ميه
وما بنشربش ميه اساسا، حتى في الصيف ما بنشربش ميه الا ما بنعطش ونموت، دي مشكله، فطول الوقت عندنا جفاف، ودي مشكله. الميه بتخليك تركزي، الميه جسمك ثلاث ارباعه ميه. الميه اللي ربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، ازاي ما اعرفش بنأثر في جسمنا فيها؟ بس ما علينا، في ناس ما تعرفش الميه بتاخدها في الفاكهه وفي الاكل العادي، تقول له اشرب كوبايه ميه يقول لك ليه؟ طب ما عشان كده الفشل الكلوي كتير في البلد. عشان كده المشاكل في الكبد، عشان كده المشاكل في الدوره الدمويه، عشان مش كده المشاكل في الاوعيه الدمويه، عشان كده وشنا معجز قبل اوانه. طبعا قلت لي ايه المشاكل؟ قلت لك من ضمنها عدم شرب الميه. فالنهارده بتتكلمي البنسلون يعوض لي الميه اللي في البشره، بس مش هيعوض الميه اللي بشربها نهائي، عشان متفقين مش هتعوض. فالنهارده البنسلون هيعوض لي الميه وكميه الرطوبه اللي في البشره، هيحافظ على النضاره، هيوصل لي لطبقات الجلد العميقه ويرطبها علشان التشققات والجفاف والقشف بالبلدي ما يجيليش. ممكن احطه على رجليا، على ايديا، على وشي، اصل الناس عندها فكره ان الجسم بتاع الجسم غير بتاع الوش، لكن البروش ده في كريمات كتيره ما ينفعش تحطيها غير على ده، على البشره، ده على البشره الدهنيه، ده على البشره الحساسه. لما تعالي بقى بروش تفتيح، بشره دهنيه، بشره حساسه، بشره جافه، بشره عاديه، ست مكونات طبيعيه، صبح، ظهر، ليل، قبل مكياج، بعد مكياج، فاونديشن، ما فيهوش ادنى مشكله. بروش تفتيح، بروش تفتيح لاي سن، سنه، 10، 20، زي ما انت عايزه، 82 سنه، ماما الحاجه فوزيه اللي كانت في ذات، مفيش ادنى مشكله خالص. بروش تفتيح جسم ووش، كل مناطق الجسم بيبقى فيه مناطق احساس، زي ما اتكلمنا في الليكورش. ايوه مناطق الاحساس مهمه جدا تفتحها عشان الليكورش. كده خلصنا بروش تفتيح، تعالي نتكلم بقى على ابنه البكري اللي انت اتكلمتيني عليه، البروش تصفيف. بروش تصفيف خمس زيوت طبيعيه، زيت جرجير، زيت لافندر، زيت زيتون، جرجير، لافندر، زيتون، ايه تاني؟ بارافين، ولوز. الخمس زيوت طبيعيه للتصفيف هيديك ايه؟ كلها مفيدة لفروة الشعر والبصيلة بتاعت الشعر، وطبيعية، احنا بندور واللمعان مع استمرارية الاستخدام. بالظبط كده، شركتنا ام دي بندور على الحاجة الطبيعية فقط. فانت بتتكلمي لمعان، تقوية بصيلة، تغذية، القشرة، الجفاف، التطاير، كل مشاكل الشعر برش تصفيف هيعالج لك معظمها ان لم يكن كلها. طب وريحته عاملة ايه بقى؟ عشان ممتازة. ده هجيب لك منه المره الجايه ان شاء الله، وهنتكلم عليه اكتر، هيعجبك جدا. أيوة. جدا جدا. وحريمي ورجالي طبعا، بروش تصفيف مفيش ادنى مشكله خالص. وبروش تفتيح بالمناسبه هو حريمي ورجالي، بس ايه سر زي ما اتفقنا. أيوة. علشان نعرف احنا عاملين لونه بامبي، خلي بالك، ما هو بامبي عشان نقول ده للستات، ما هو للستات بس، الرجاله ممكن بنسرق حته الاحسن من قعر الطبق. تقول على الاحسن من قعر الطبق دي في الشعر. ايوه بالظبط كده. ممكن رجاله وستات، ما فيش ادنى مشكله. بروش تصفيف، بروش تفتيح موجود في كل الصيدليات، توسيع الشركه المصريه للتجارة الادويه، الشركه المتحده للصيدله، سعره اقتصادي زي ما كل منتجات شركتنا اي ام دي سعرها اقتصادي، بحيث تقدري تحطيها في روتين حياتك اليومي بدون اي مشكله. وبرده بيطلب من الصيدليات عادي زيه زي اي حاجه، ولا لازم بقى يطلب من الصيدليات؟ انت لو جبتي اي حاجه اونلاين او اي حاجه مجهوله المصدر، لا تلومني الا نفسك، هتحصل مشاكل في البشره، ما تعرفيش مكوناته ايه، ما تعرفيش ممكن يعمل في بشرتك ايه. زي ما بقول دايما، ما دام اتصل لما باعت كريم للارتيست في فيلم 1-0. أيوة. حصل لها مشاكل وما اقدرش ارجع على حد بعد كده، يعني هترجع لمين؟ لا اقدر اخد موقف قانوني ولا ارفع قضيه. انت جايباها اونلاين وما فيش، انت عارفه اللي بتشتري حاجه اونلاين كهدوم ويقول لك بتبقي شبه عبد الغفور البرعي بعد ما تلبسيها. ايوه هي في الصوره ازاي وفي الدنيا ازاي، فبالك. أيوة. بقى انك حاططيها كمان على وشك. فانا بقول لك بروش تفتيح امن جدا، الست مكونات طبيعيه، مضمون جدا تصريح وزاره الصحه، سعره اقتصادي جدا. هاوعدك زي ما قلتي ان بروش تفتيح عندك هتركيني كل الكريمات اللي ده فيتامين سي وده بالكولاجين وده بالبنسلين، استخدمي بروش تفتيح بس، هيديك الترطيب، هذا عليك الهالات السوداء والانتفاخات، هيديكي كل حلول لمعظم ان لم يكن كل مشاكل البشره، هتبقي مبسوطه منه جدا. واهم حاجه انت قلتها لي ان احنا ممكن ناخد المكونين دول من الصيدليات عادي، نشتريهم عادي، يعني خش اي صيدليه تحت بيتك اطلب دول المنتجين. المنتجين لا تجيب نمر التليفون بقى ولا شحن ولا بعت لي ولا بعت لك ولا ما وصلش ولا، سهلين جدا انك تشتريه من اي مكان. احنا مشكورك جدا يا دكتور اكرم، واحنا اتبسطنا جدا. انا مبسوط جدا ان لنا نصيحه جميله على منتج سعره في متناول الجميع. ويلا بينا بقى نطلع نروح لفقره تانية. وجينا للفقره الطبيه
اللي بنهتم بيها بوشنا وبجسمنا وبوزننا وبحياتنا. بنجمل جسمنا ووشنا عشان نعرف نجمل حياتنا. ومعانا النهارده دكتور احمد السبكي. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا حضرتك. ودكتور احمد السبكي النهارده هيكلمنا في موضوع مهم جدا جدا زي ما هو معودنا دايما. هنتكلم على السمنه المفرطه وحالات السمنه زمان كانت بتعالج ازاي، ودلوقتي مع العصر الحديث اللي احنا فيه بقت مشاكلها شكلها ايه وحلولها اسهل ازاي. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك. أهلا. انا هسيبك تبدا من مطرح ما انت عايز. عايز تبدا منين؟ هنبدا زي ما حضرتك قلتي، الفرق بين طرق جراحات السمنه والتقدم التكنولوجي اللي احنا بنعيشه اليومين دول وعنصر الامان والنتائج اللي بيحققها جراحات السمنه الحديثه، وازاي قدرنا نتجنب كل المضاعفات السابقه، وده واضح من اقبال الناس الفتره دي زي ما حضرتك بتشوفي على جراحات السمنه. اصبح تقريبا كل بيت في مصر في حد عامل عمليه او اثنين او ثلاثه، وبدا الناس تتشجع لانها شافت ان في فرق كبير جدا بين الجراحات زمان وبين الجراحات دلوقتي. طب دكتور امتى نقول دي حاله سمنه؟ نعرف السمنه الاول. السمنة المفرطة بتتعرف علميا ان معادل كتلة الجسم بيزيد عن 35. لكن خلينا نقول ان الكلام ده حتى اتغير، وده اللي انا عايز اقوله، ان وجهة النظر العالمية سواء في تشخيص السمنة او في طرق علاجها اتعدلت تمام. زمان كان اللي مثلا وزنها 100 كيلو طولها 160 سنتي في ناس تقول لها جربي دايت. وكان الناس يعني تحاول دايت ورياضه وكلام من ده. العالم دلوقتي قال ان لا، طالما احنا وزننا في استعداد للسمنه واضح، الشخص اللي هيعمل دايت هيخس 10 15 كيلو ويرجع يتخنهم 20 30 كيلو. ده معناه ان الكيرف بتاعه هيفضل يعلى وان هو هتبتدي مضاعفات السمنه تظهر عليه. فبدا بعد ما كنا لازم نستنى الوزن معين، لا، اصبح السمنه البسيطه يتعمل لها جراحات سمنه وتكميم وتحويل وبالون وكل الطرق الجراحيه بالمنظار. السمنه المتوسطه الى جانب السمنه المفرطه، يبقى ما بقيناش نستنى معدلات السمنه المفرطه. ممكن اللي عندها مثلا وزنها 80 كيلو وطولها 160 سنتي ينفع يتعمل لها تكميم وينفع يتعمل لها تحويل، لان يعتبر عندها سمنه مثلا في 10 كيلو نقول اسمها سمنه مش سمنه مفرطه. مثلا دي بنسميها السمنه البسيطه. لكن لو صاحبها خلاص فقد القدره على الحفاظ وهيبتدي يزيد في الوزن، لا، يبقى ساعتها ممكن نلحقه ونعمل له احد جراحات السمنه اللي نخسسه بيها ال 20 كيلو او ال 25 كيلو ونمنعه في الزياده، يبقى احنا وقيناه من السلم بتاع السمنه المفرطه اللي هو احتمال كبير يمشي مع تقدم العمر. بالظبط. طب قول لي بقى يا دكتور، ليه بقى الناس دلوقتي عندها اقبال كبير قوي على معالجه السمنه؟ اللي هو عادي انا رايح للدكتور، رايح الدكتور ايه؟ اصل في 5 كيلو طالعين هنا وفي الجنب كيلو ونص كيلو هنا، هروح اشيلهم واجي عادي. طب هشوفك امتى؟ بكره، ما انا هخلص بالليل. كويس، انت حضرتك وصفتيها بالظبط. عنصر السهوله وعنصر الامان والاحساس بالثقه ان المواضيع بقت ابسط. ابسط دي عشان في تقدم في كل الستبس او الخطوات اللي بيتم بيها الاجراء. سواء في المانوفر نفسها، ما بقيناش في اكتر من 80% نلجا لاي جراحه، او 90% حتى نلجا لجراحه مفتوحه على الاطلاق. او جرح من تحت نشد بيه البطن، اصبح الفيزر والجيب لازم يحلوا لنا المشكله تماما بدون جراحه في معظم الحالات. التحويل التكميم اصبح من منظار، والمنظار الالماني اصبح فتحاته نص سنتي اللي هي لا احساس بالالم، لا بيفك غرز ولا بيغير عليها ولا بيحس ان هو عامل عمليه زي زمان. نص سنتي حاجه لا تذكر. وبيقعد في المستشفى يوم ويروح، يقعد يوم راحه وبعد كده يعيش حياته عادي. يعني اصبح ما فيش ان هو يتعطل عن العمل بقى وياخد له شهر اجازه زي زمان، وجراحه وغيارات ومش عارف ايه. تكميم المعده، الصوره اللي قدام حضرتك دي، ممكن الناس تتخيل ان العمليه دي عمليه كبيره بقى وهنقص معده وازاي والوجع وعمليه كبيره. العمليه دي بتتعمل في نص ساعه. من اولها لاخرها. ادوات المنظار اصبحت بتقطع وتقفل وزي ما بيقولوا كده تبرشم المعده
في 10 دقايق. هو احنا دلوقتي الصوره دي احنا مقسمين المعده على اتنين، لا قصينا الربع والثلاث ارباع. اه الثلاث ارباع هو اللي احنا مش عايزينه بالظبط، والربع اللي هو فيه التنديسه دي اللي احنا هنسيبه، ده اللي هنسيبه. الربع الثلاث ارباع اللي اتشال ده فيه هرمون الجوع فالشهيه بتقل. في هرمون اللي بيقلل الحرق فالحرق بيزيد 10 اضعاف. في الهرمون الليبتين اللي بيعمل الضغط والكوليسترول فمفيش ضغط ولا كوليسترول. في هرمون اللي بيعمل السكر، ده التكميم المطور او المعدل. بدأنا عشان التكميم ما يوسعش في المستقبل نحط باند او حزام حوالين المعدة، مش يخنق المعدة زي الحزام بتاع زمان فالمريض يرجع ويبقى عنده مشاكل. لا، لو تاخد بال حضرتك هو مش خانق المعدة، هو هيمنع تمدد المعدة، هيمنع ضغط الاكل على جدار المعدة بالذات في النص التحتين اللي تحت الحزام. او ثلاث ارباع بعد ما انا قصيت، بعد التكميم بالظبط، بعد التكميم عشان ما حدش يقول لي اصلها فتحت مني، اصل هي وسعت تاني او حاجه زي كده او معدتي رجعت تاني زي الاول. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الطريقه بس دي بتحتاج خبره جراح، اللي بنعمل بيها التكميم دلوقتي هي نفسها تمنع تمدد المعده. فاصبح الحزام اوبشن او مش حاجه ضروريه، زياده امان، زياده امان عن الرجوع في الوزن. طب لو انا في فتره اتخنقت من الحزام، يعني خلاص بقى انا مصغره معدتي، ما هو مش ده اللي ده مش ده الحزام اللي يخنق المعده. زي ما حضرتك شايفه هو مش خانق المعده خالص، هو أوسع. مانع، هو اوسع عن المعده في حدود سنتي. هو الهدف ان المعده لما تتمدد سنه سنتي بمعنى اصح تيجي تقف عند الحزام. يبقى المريض معدته اتظبطت شويه فوجبته اتحسنت، لكن ما يرجعش ياكل وجبه كبيره بعد كده. طب يا دكتور بقى ايه احدث حاجه لموضوع السمنه؟ احدث حاجه انت نفسك منبهر وانت بتشتغل بيها؟ هو الحقيقه التكنولوجي الحديث بتاع الادوات خلى كل جراحات السمنه بسيطه جدا. يعني انت حضرتك شايفه عمليه زي التكميم زمان لما كنا نعمل استئصال معده مثلا لورم او حتى للسمنه جراحه، عمليه صعبه جدا وتاخد 3-4 ساعات وجرح كبير ومعاناه وشهر 2-3 المريض تعبان. اصبح بالمنظار الحديث والتكنولوجي بتاع الالتراسونيك اللي هو بيسلك المعده والستيبلز اللي بتقسم المعده في مينتس في دقائق معدوده والسيفتي بتاعتها، عايز اقول لحضرتك لغايه 2017 كان السيفتي بتاعت الادوات بتاعتنا في 1-2% نسبه مضاعفات. دي الادوات الحديثه. اللي قبلها كان نسبه المضاعفات 1-2%، يعني كان من كل 100 حالة في 1 أو 2 ممكن يحصل لهم مشكلة. بص حضرتك ده أحد التجارب لبعض الأدوات اللي بتتكسر في بطن مريض. ده أدوات بتستخدم دلوقتي، الكلام ده احنا أحد الزملاء بعتها لي، الأدوات الصيني والكوري. احنا لما نرجع بشتغل بيها في معدة المريض وتتكسر زي ما هي مكسورة. بص طب هقول لحضرتك دي مش مكسورة، دي لسه متغلفة والستيبلز الدبابيس بتاعتها سايبة. يعني ده معناه ان هي بايظه من قبل ما تستخدم. ده بقى مش عيب الصناعه، ده عيب اللجوء للادوات الغير مسموح بيها، اللي هي الادوات اللي بتيجي من شرق اسيا تقليد عشان خاطر نقلل التكلفه فنلجا لادوات سيئه. دي الادوات الاصليه السنجل يوز، استخدام واحد، نتائج مضمونه، سيفتي تقريبا 100%، اللي بيها نبقى مطمنين تماما من النتائج. وزي ما حضرتك بتقولي كده، المريض يبقى رايح بيقول انا هروح اعمل عمليه تكميم او تحويل ومدي مواعيد شغل وحياته عاديه بعد 2-3 يومين مش هيحصل له مضاعفات باذن الله. طب ده متوقف على ايه بقى؟ ده على ضمير وخبره الدكتور بالظبط، لان ده هي مسؤوليه الدكتور. المريض ما يعرفش حاجه، ما يعرفش هيستعمل ايه، هيحط هو بينج بالظبط، وما يعرفش يعني ايه ادوات اصلي ويعني ايه ادوات بتاخد كيرف المعده، يعني ايه ادوات زي ما حضرتك شايفه تكنولوجي عالي يقدر شايفه الكيرف اللي بتاخده الاستيبل. أيوة. هو اللي يخليني ارسم حجم المعده صح. في تكميم، بص حضرتك الكومبريشن الضغط. أيوة. هو ده السيفتي اللي بنتكلم عليه، تكنولوجي. أيوة. ويقيس سمك المعده ويوصلها للمقاس المناسب قبل ما يقفلها. يعني ده بيضمن ان ما فيش حاجه اسمها تسريب ولا نزيف 100%. التكنولوجي ده اهو بص حضرتك. اللي لو ما استخدمناهوش يبقى احنا بنقصر في حق المريض. يبقى احنا ده اللي بنسميها الدباسه الذكيه. بص حضرتك هتقفل المعده خلاص، الجرين ده علامه الجرين معناها ان هو مديني الاوكي ان انا كده سيف 100%، قفل 100%، يبقى انا مطمن اصلا وانا جوه العمليه، مش لسه هطمن بعد العمليه. ايوه.
هو ده التكنولوجي الحديث اللي خلى زي ما بيقولوا كده المريض والدكتور حاطين في بطنهم بطيخه صيفي. اللي هو داخل ومطمن ان باذن الله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى النتائج مضمونه، مش قلقان من ان يحصل مشكله جوه العمليه ولا بعد العمليه ولا هيعاني في المستقبل. يعني شفت الكيرف البسيط اللي شفتيه في الاستيبل ده؟ ولسه كانت الدباسه الذكيه داخله كده. ده سنه من المعاناه لو قارنتيه بالدباسات اللي بتمسك بتمشي في خط مستقيم. يعني الادوات اللي بتمشي في خط مستقيم بتيجي تخنق المعده، لان المعده عند الجزء اللي بيتساب لها زاويه، لها انجل بنسميها انسيزور انجولاريز، خلقت ربنا كده سبحانه وتعالى. لو انا جيت قصاد الزاويه دي ورسمت خط مستقيم تلاقي المعده اتقسمت زي الساعه الرمليه ومخنوقه في النص. ده معناه ان المريض هيفضل ياكل ويرجع، يجي سنه مش عارف ياكل بروتين، يجي له نقص فيتامينز، ياخد مكملات غذائيه، يجي له ضعف وهزال. النموذج اللي كنت بتشوفيه زمان وتقول ويقول لك ده العمليه باظت، المريض احسن لو ما كانش يعمل عمليه. ده تخنه كان احسن. ايوه ليه؟ لانه ما فيش اكل بيفضل في بطنه. بالظبط. بيرجع عنده نقص فيتامينز ونقص بروتين وعنده هزال ومش قادر يشتغل. ده اللي احنا بنسميه عمليه فاشله لا شك، ما نقدرش نوصفها بغير كده. لسبب، الهدف الاساسي من جراحات السمنه هي تحسين مستوى الحياه والاداء الصحي والوظيفي والاجتماعي للشخص. والا يبقى احنا ما بنعملش حاجه. لكن لو انا عملت له عمليه تخسسه وتخليه في نفس الوقت ضعيف او عنده معاناه معينه او بياخد فيتامينز عمره كله، لازم يبقى ضعيف او مش عارف شعرها بيقع او بشرتها متاثره او شكلها بقى وحش، يبقى احنا ما حققناش التارجت بتاعنا. يعني انت قصدك ان العلم والتكنولوجيا وحته كيرف كده زادت فرق في نجاح عمليه وفشل عمليه، تكاد يكون 2-3 مللي. ان الناس ممكن لا تعيرهم انتباه. ممكن يغير راحه مريض سنه واتنين بعد العمليه. طب يا دكتور عايزاك تكلمني برضو عن تحويل المسار. تحويل عشان الناس دلوقتي بدات تفهم. خلي بالك ويعرفوا لا لا شك. يعني ايه تكميم ويعني ايه شفط دهون، وبرضو بيسالوني عن تحويل المسار. ويا ريت تعرض لنا صور تقول لنا شكلها ايه. تحت امر حضرتك. هو التحويل المصغر للمعده حل محل تحويل المسار القديم. عشان كده زي ما بقول لحضرتك القديم حاجه والجديد حاجه ثانيه خالص. تحويل المسار القديم كان معده صغيره، ده الجديد، ده التحويل المصغر للمعده، وده اللي اتوصف خد بال حضرتك 2001 على يد دكتور روتليدج اللي هو الامريكي اللي وصف العمليه دي. لكن في تعديلات بعد كده اتعملت في العمليه دي في العالم، وانا اضفت فيها 3 تعديلات غيرت حتى نتيجه التحويل المصغر كتير. ده التعديلات اللي انا عاملها واللي كنت واخد عليها جايزه دوليه. التوصيله اللي كانت معموله قبل كده كانت معموله عموديه فبتعمل ارتجاع من الريق. احنا عدلناها زي ما حضرتك شايفه بتوصيله جانبيه. خلت مفيش ارتجاع، وخلت الفلو بتاع الاكل سهل وسلس، وخلت مفيش حاجه اسمها دامبنج، ان المريض في التحويل زمان كان ياكل وبالذات الحلويات يهبط ويبقى عايز يقعد ويعرق ليه بقى؟ عشان في توصيله بين المعده والامعاء. لما بتبقى عموديه الاكل بينزل بسرعه بالكالوريز بتاعته على الامعاء مباشره، وده مش الطبيعي اللي الجسم متعود عليه. فتلاقي الامعاء تقلصت، حصل مغص، حصل هبوط. الكلام ده بالتوصيله الجانبيه اللي انا عملتها ما بقاش ينزل مره واحده، بقى ينزل بتوصيله جانبيه ينزل مع بعض، فبقى الفلو بسيط. فبقى مفيش العرض ده. فبقى المريض حتى العرض البسيط ده ما بقاش عنده. عايز اقول لحضرتك ادق التفاصيل في اجراء العمليه بيغير في راحه المريض تماما. طبعا الله اكبر عليك، مش عايز اقول لك انت عملت كام عمليه تحويل مسار عشان ايه؟ ما حدش يحسدك. بس يعني حديثك شيق جدا، وبالذات لما بتقعد تشرح لنا والناس بتستفيد. ودكتور احمد معلش احنا وصلنا نهايه الفقره، بس احنا حوارنا لسه معاك مكمل. انت هتخلينا ناخد شهاده طب بعد كده، بس انت خليك معانا اقعد اشرح لنا. ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا نهايه فقرتنا الطبيه مع دكتور احمد السبكي ونهايه حلقتنا برضو. ويلا بينا بقى، استنونا في حلقه تانية ومعانا دكتور احمد السبكي برضو.